أنا أكلتهم أول هجرة أم روحي أم لسبع أولاد ربت منزل طبعا ولكن صار لي 16 سنة في مهباخ تغيير وعم نشتغل للتغيير من كل الاتجاهات بتمنى للنساء إنهن ما يكونش عندهن خوف يعبروا عن رأيهن ويعبروا عن إيش بدهن بدون خوف دائما بحرية حرية التعبير أنا بحب بتمرة الناس الموجودين فيها متفاهمين وفي منهن الواعي وفي منهن المثقف وفي منهن المتعلم في أشياء بتعجبنيش بتمرة عدم التنظيم في تمرة عدم المسؤوليات بالنسبة لإلي الوطن الحياة المضبوط الحياة بتوحش لإشي مريح في هاي الدولة بتمنى لأولادي إنهم يفهموا إنه الحرية الرأي بالأول حتى يقدروا يطالبوا بحق إلهن موجود في الدولة